وهذه انتقالة من البصرة إلى ذي قار، حيث الأثاري البريطاني سينجل سامبسون الذي يعمل في تنقيب موقع في أحد تلال في شمال ذي قار بدأ عمله بتوثيق وتصوير أهم اللقاء الأثارية المكتشفة وتهيئتها لتسليمها للمتحف العراقي. شيماء جبار مع التفاصيل. تل كبيبة واحد من مئات المواقع الأثرية التي تحتضنها محافظة ذي قار. هذا التل يقع في قضاء رفاعي شمالي المحافظة، تزوره بعثة تنقيبية من المتحف البريطاني برئاسة البروفيسور الأثري سينجل سامبسون. وبحسب البعثة فقد وجد الكثير من اللقى الأثرية والشواهد العمرانية التي تعيد عمر هذا التل لآلاف السنين وعلى حقب زمنية متقطعة تمتد بين الألف الثالث قبل الميلاد والعصور الساسانية والإسلامية. الموسم الثاني للعمل التنقيبي في موقع قبيبة الأثري، وكانت نتائج الموسم الثاني هو اكتشافات عن بدايات صناعة الزجاج وعمل زجاجيات في الموقع، وكذلك وجود خامات كاملة من الطين لعمل أنواع من الرحة في هذا الموقع في تل قبيبة الأثري. اكتشفنا مجموعة من اللقى التي تعود لفترات جمدة نصر 3000 إلى 2900 قبل الميلاد، ثم هنالك تقطعات في الاستيطان الذي حدث في ذلك الموقع، ثم عثرنا على جرار أو مباني تعود لفترات ساسانية وإسلامية، منها يعتقد بأنه مسجد. سامبسون لا يكتفي بالعمل الميداني بحدود التل الأثري فقط، بل يوثق ما يكتشفه كتابياً وينشر ما تتوصل له البعثة عبر ملتقيات ومحاضرات يقدمها للمختصين في الآثار وطلبة الجامعات وغيرهم. العمل مستمر لاستظهار المعالم والمكتشفات لهذا الموقع لنهاية العقد المبرم وهو 5 سنوات، نأمل في استظهار باقي معالم الموقع ضمن فترة محددة. كانت ندوة يعني تعريفية عن المناطق الأثرية منطقة قبيبة، حيث وضحوا لنا ما موجود في هذه المنطقة من آثار، حدثنا كثيرا عنها، عن الأساليب أو الأدوات اللي كانوا يستخدمونها الناس اللي كانوا موجودين في تلك العقبة الزمنية. إنشاء مركز سومر للدراسات الأثرية والتاريخية ومتحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني، لدينا علاقات مباشرة معهم، وتم إجراء عدد من المحاضرات على المنصات الإلكترونية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.